تسارع العمليات البرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجوف تختلف هذه المرة بشكل كبير، الأمر الذي قد يعجل بإعلان المحافظة محررة من الميليشيا والمخلوع. المعارك الأخيرة أظهرت جانبا من التقدم والانتصارات التي حققتها قوات الجيش المسنود بالمقاومة الشعبية في جبهات مختلفة، ولعل سيطرة الجيش والمقاومة على معسكر الخنجر هي نقطة تحول غيرت من مجرى سير المعارك على الأرض، وأربكت قوات الميليشيا والمخلوع التي عززت بعتات عسكري ومقاتلين من العاصمة صنعاء، لكنها تعرضت لهزيمة أخرى تضاف إلى سجل هزائمها السابقة. لم تتوقف المعارك بعد هذه الانتصارات، بل ما تزال مستمرة وتشهد مواجهات عنيفة في جبهات متفرقة، حيث تحدثت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية أن 6 من الميليشيا قتلوا في كمين نصبه أفراد الجيش والمقاومة في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعب. في ذات الشأن، لم تحدث إصابة قائد لواء النصر العميد أمين العكيمي أي تأثيرا على سير المعركة، بل واصلت القوات تقدمها وشكلت ضغطا حقيقيا على الميليشيا في جبهات القتال. العميد العكيمي ظهر بمعية محافظ الجوف حسين العواضي وقيادة المقاومة الشعبية، وهو يدعو الجيش والمقاومة إلى استكمال تطهير المحافظة من قبضة الميليشيا، مؤكدا على عودته إلى جبهات القتال عما قريب. الحمد لله رب العالمين، الوضع طيب طبيعي، وأي شيء لا يثنينا عن الجبهة أبدا، سنعود لها وسنعود وسنشرب منها كأس النصر في كل محيان في كل وقت، وإن شاء الله نعيد لها في الساعات القليلة بإذن الله. تأخذ المعارك في الجوف مسلكا من نوع آخر بعد المؤشرات الإيجابية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وهو ما يبعث رسالة للميليشيا والمخلوع أن البقاء في الجوف بات أمرا صعبا بالنسبة لها.